حكومة في لازمها مثل هم الآن أو أحسن. فهناك طلبت من بعض زيادة مطايا وأمر بأربعة أو خمس، وسلحت بعض الجنود اللي تقدموا إلي في الرياض ورافقته. وبعد في اليوم الثالث أو اليوم الرابع يجيه أمر من الملك عبد العزيز بالسرعة، فصار يمشي نصف الليل ولا يحول إلا الساعة 9 من النهار، يعني يحول 13 ساعة مستمر بالمشي. كان الملك رحمة الله عليه يريد أعمال مستعجلة لأنه طالت الوقت. هل هو طال عمرك أرسل الأمير محمد بن عبد العزيز لو قطعتكم لدعم الملك سعود، حملة الملك سعود وفيصل بن سعد، أو لفتح جبهة جديدة في اليمن؟ خلي التعليمات اللي صدرت والله أولا لا أعرفها، ولكن أعرف آخرها وسأخبرك عنها. مشينا طال عمرك مع بها المعدل وبها السرعة هذه، وعند قريب من ورشة أو قريب من بيشة هناك، أنا تحركت بسيارتين لأن الأمير محمد الله يطول عمره، والعلم من الخير أن أذكر ممشاي وأسباب الحركة. جمع قومه وقال إن ماشين ونحتاج، وسأرسل لوالدي برقية، لأن أول برقية أتصل بها أبا، وسأخبره عن برنامج ممشانا، فما هو رأيكم؟ عرض كبار القوم، كانوا فقط اللي سمح لهم بالاجتماع رؤساء القوم، عرض عليهم الفكرة دي، فتكلم كم واحد، واتذكر منهم عبد الله بن سعدون، اتذكر منهم في ناس موجودين الحمد لله هنا من اللي حضروا، فيصل الرشيد تكلم. قال واحد من جبع بدع رسول الله عبد الله من شوخ مطير من الدوشان، قال يا طويل العمر هذا سلمان بن محمد موجود وهو أعرف منا في الديرة، وخلنا نسمع رأيه حتى إما نوافق عليه أو توافقون عليه ونوافق عليه، وإما يكون لنا رأي آخر. اتجه الأمير محمد وكان مطلعه وظاهر الشجاعة، وهو شجاع الله يطول عمره يسلمه، اتجه إليه بكليته وقال ايش تقول يا عم سلمان؟ قال يا طويل العمر احنا حرابة ولا ماشيين مثل هالناس، ويجيب عليه بصوت قوي وصوت الشجاع اللي يريد أن يسجل شيئا، قال إلا حرابة. قال أجل نمشي، تخلينا جيران على يمن، نظهر على بلاد الدهم، نظهر على بلاد عبيدة، نظهر على الزيدي في صنعاء مع مطلع الشمس، وسنجده هناك وجنوده في الحدود، وإذا مسكنا صنعاء انتهى كل شيء، رأس الحية يا موسى مثلا يستعملون العباد هنا. فكل الناس آمنوا بالفكرة وصدقوا بها واستجابوا لها وطلبوا من الأمير محمد رضي الله طول عمره تنفيذها. فأعد برقياته على هذا الأساس ومشيت أنا، وكان مشيع كاتب بن سويدان عبد الله بن سويدان ومطلق بن ربيعان خوية من كبار خوية، مشي